رجعنا لحضراتكم بعد الاستراحة ووصلنا للفقرة الطبية. يا ترى ايه اللي النهاردة هنتكلم عنه؟ هنكلمكم عن اكتر الشكاوى اللي بنسمعها من سيدات كتيرة، وهي الام ووجع المفاصل باختلافها، زي الام اسفل الظهر والركبتين والكتف وغيرهم. اكدت الدراسات الطبية الحديثة ان سيدات فوق عمر الخمسين هم اكثر عرضة للاصابة بخشونة المفاصل، واقل من الخمسين شوية عشان ده انا، لاسباب كتيرة جدا هنعرفها طبعا النهاردة مع ضيفي اللي مشرفني ومنورني، دكتور علاء الدين احمد المستشار العلمي لشركة بيكس فارما. بيرحب بحضرتك يا دكتور، والنهارده مع مشاهدينا الكرام عايز اقول لكم ان الموضوع ده، معلش عشان هم ذكروا في المقدمه 50 وانا معترض على ال 50، في اقل من ال 50 بيشتكوا يا دكتور. خليني الاول بس نبتدي الفقره بتاعتنا، يمكن بقى لي فتره ما طلعتش مع حضرتك. دورنا وشرفنا. الانطباع بتاعي لما بطلع معاك انا حاسس ان انا في بيتنا. ربنا يخليك طبعا، ده شيء يسعدني يا فندم. الحاجه الثانيه بس انا لاحظت حاجه في المكالمات اللي كانت بتيجي لحضرتك، اعمار سنيه مختلفه. صحيح. ورجاله وسيدات ما شاء الله، وعلى فكره ده مؤشر لنجاح البرنامج. الحمد لله. كلمك رجاله، كلمك ستات، كلمك اطفال. صحيح. فده نجاح للبرنامج. الحمد لله. على فكره انا متفق معاكي، هي مش 50، هي 45 وساعات 40. ايوه، لان هي مرتبطه بانقطاع دوره الطمس الشهري عند الست. لان لما بتنقطع دوره الطمس الشهري عند الست ده بتبقى عرضه ان هي يحصل لها هشاشه في العظام وممكن مشاكل في المفاصل كمان. ولكن خليني بما ان احنا في المطبخ، ايوه، نتكلم هي ليه الموضوع ده منتشر عند السيدات اكتر من الرجال. ايوه، ناخد الموضوع من اوله كده عشان أيوة. الموضوع ايوه عشان نستكمل فيه فقراتنا يا دكتور. على فكره هو اصل يعني من ضمن الاهداف بتاعتنا في الفقره الطبيه ان احنا ندي للمشاهد سواء كان راجل او ست الثقافه الدوائيه والثقافه الصحيه والثقافه الغذائيه. صحيح. ده اللي احنا بنعمله دلوقتي. صحيح. اتفضل. جسم الانسان من ضمن مكوناته هو الهيكل العظمي. صحيح. وحضرتك ذكرت كلمه المفاصل. يعني ايه بقى مفصل؟ مفصل هو التقاء اي عظمتين ببعض، دول بيسموهم مفصل. تمام. مفصل ركبه، مفصل كتف، مفصل حوض. وبيرتبطوا ببعض عن طريق الاربطه. صحيح. وسبحان الله وفي حاجه اسمها الغضاريف، الغضاريف دي بتعمل كمخدات، بتمنع احتكاك العظم ببعضه، وبينهم سائل لزج، السائل اللزج ده أهم هو حاجة. هو اللي بيمنع احتكاك العظم ببعضه. صحيح. وعلشان كده هتلاقي من ضمن اعراض المفاصل الطقطقه. ايوه، لسه كنت اقول لحضرتك وانا بصلي الاقي فجاه ركبه مثلا معينه تروح عامله تك مطرقعه في الطلوع والنزول. يعني الطقطقه دي معناها ايه بقى؟ معناها ان السائل اللزج ده اللي هو ما بين العظمتين خلي بالك ابتدى يقل. ولما يقل قوي ايه اللي يحصل؟ العظمتين هيتحموا مع بعضيهم ويحكوا ببعض، نخش في مشكله الخشونه. ايوه، ويجي على راسه طبعا خشونه الركبه. تمام. طيب نرجع تاني برضو ليه السيدات. ايوه، طبيعه السيدات بتمر مرحله حمل ومرحله رضاعه، وهي المصدر الاساسي للطفل للجنين في بطنها هو الكالسيوم اللي بياخده من جسمها. من جسمها. عشان كده تلاحظي من اول الحاجات اللي بتعرض عليها الاسنان تلاقي اسنانها بتقع وبتوجعها، لان هي ده المصدر الاساسي للكالسيوم. الحاجه الثانيه ممكن تلاقي شعرها بيقع. ايوه، لان كمان عندها الكالسيوم وفيتامين دي بيقل. طيب خلينا بقى نشوف المشكله دي نعالجها ازاي. ايوه. طيب اتفقنا ان جسم الانسان عباره عن هيكل عظمي، ومعروف ان العظام دي المصدر الاساسي ليها هو الكالسيوم. تمام. يبقى الكالسيوم مهم جدا طبعا، واحنا اتفقنا انه مع السيدات في مشكله. صحيح. طب احنا عايزين نحل هذه المشكله، بس وجه ده ان مش القصه بقصه الكالسيوم، قصه فيتامين دي. لان فيتامين دي هو اللي بيساعد على امتصاص وترسيب الكالسيوم في العظم. يبقى نحول، لازم نحل مشكله العظم، مشكله. صحيح. فيتامين دي. وحضرتك طبعا عارفه لو احنا عملنا تحليل النهارده لمثلا 100 فرد هيطلع منهم 95% عندهم مشكله في فيتامين دي، عندهم ديفيشنسي او نقص في فيتامين دي. يبقى الاول لازم انا احللك مشكله فيتامين دي. وده اللي الكورس بتاعنا بيتكلم فيه النهارده. أيوة. الفيتا بيكس ده اول حاجه في الكورس بتاعنا. بيديك الفيتا بيكس اللي هو عباره عن 2000 انترناشونال يونت. دي الوحده اللي هو المصرح بيها او ريكومندد دوز، اللي هي الجرعه الموصى بيها. وعلى فكره الجرعه دي جرعه وقائيه، يعني انت مش بس حضرتك هو ده علاج ولا هو ده يعني زي حاجه احنا بنحافظ بيها على العظمه بتاعنا عشان توضيحيه بس. علاج يعني انا بعالج. أيوة. وحافظ يعني انا بدي وقائي. تمام. الكرسي بتاعنا هو وقائي وعلاجي في نفس الوقت. أوكي. بمعنى اخر ان انت لو رحت عملت تحليل وطلع عندك ان الفيتامين دي عندك اقل من 30، يبقى انت هنا هتاخده كعلاجي، يبقى هتاخد قرصين من الفيتا بيكس. اوكي. طيب لو انت اصلا ما رحتش عملت تحليل وحاسس انه عندك ماشيه كويس، فبتاخد قرص واحد بعد الفطار وقائي. كوقائي. تمام. يبقى انا دلوقتي ظبطت لك فيتامين دي كويس، نروح بقى على الكالسيوم. كويس. الكالسيوم حضرتك
لازم اديك جرعه كالسيوم واديها لك بصوره صحيه وبصوره صح. المنتج الثاني اللي عندنا اللي هو سيدي زيد باكس اللي هو فيه الكالسيوم، والكالسيوم هنا كالسيوم سيتريت. ايه بقى يعني؟ هو فيه كالسيوم لان في كذا نوع من الكالسيوم، يجي في حاجه اسمها كالسيوم كربونات، في حاجه اسمها كالسيوم سيتريت. فرق بينهم ان الكالسيوم كربونات بيأثر على المعده وبيتأثر بالمعده. عشان كده لما بناخده بيتعب. الله، هنا بقى احنا هنا حلينا المشكله دي في الكرسي بتاعنا، حطيناه في الصوره بتاعته اللي هو الكالسيوم ساترين، وده اللي مصرح بيه على مستوى اوروبيا وعلى مستوى امريكان وبالتبعيه في مصر. عشان كده فوق سن 40 لما بيحتاج كالسيوم لازم يديله الكالسيوم ساترين عشان ما ياثرش على المعده بتاعته. اوكي. وما يدخلوش في دور الامساك. يبقى انا دلوقتي اديتك 1350 ملي جرام، ده التركيز بتاعه من الكالسيوم. يبقى دلوقتي حليت لك مشكله فيتامين دي وحليت لك مشكله الكالسيوم. بس هي عندنا بقى ايه؟ مشكله العظم، مشكله المفاصل. ايه بقى قصه مشكله المفاصل؟ سبحان الله، احنا اتفقنا المفصل ده عباره عن عظمتين بيلتحموا بعض عن طريق اربطه وعن طريق غضاريف والسائل بينهم. يبقى انا لما اجي اديك حاجه لازم اديك حاجه تقوي الاربطه والغضاريف وتعوض لك السائل ده. كويس. اللي هو الجوينت باكس، اللي هو في ناس دلوقتي المفروض بتروح تحقن ده لما بيحصل عندها مشاكل يا دكتور. لا، انا بديها لك النهارده في صوره اقراص. والله. اللي هو الجوينت باكس بيسموه 5 في 5. عبارة عن ايه الخمسة في خمسة؟ يعني هو عبارة عن خمس حاجات وبيعمل خمس حاجات. تقول لنا يا دكتور. طيب، الجوينت باكس وانا بعتبره ثورة في عالم المكملات الغذائية. لانك نادرا لما هتلاقي فيه مكمل غذائي فيه الخمس حاجات. احنا عادة معتاد علينا ادوية العظم ادوية بناخدها كعلاج لحالات معينة، مفيش حاجة بتأمننا. احنا بنتكلم على مكملات غذائية. ايوه. ليه بقى مكملات غذائية؟ لانك هتكتشفي مثلا في حتة المفاصل، هو اوريدي الجسم بيفرز ماده اسمها الكلوجوزامين. الكلوجوزامين ده خلي بالك هو اللي مسؤول عن الغضاريف والاربطه. مع مرور السنين ومع العادات السيئه في الاكل، وممكن النهارده لو رياضه صاب او ست بتعمل مجهود طالعه نازله ومجهودها كبير، الماده دي بتفرز من الجسم ولكن مش كافيه ان هي تظبط لها الاربطه والغضاريف بتاعتها تجددها. فمن هنا تظهر عندنا اول مشكله في مشكله المفاصل. خلي بالك مشكله ميزه جوينت باكس ان هو بعد كده هيحل لك مشكله انك ممكن ما تروحش لحته تغيير المفاصل. وما ادراك ما تغيير المفاصل عمليه مكلفه جدا. انا بقول لك لا، انا النهارده ابتدي الخطوه معايا من اولها علشان انا مش هوصلك لتغيير المفصل. بس لو التزمت معايا باللي احنا بنقوله خلاص، يبقى احنا اتفقنا ان الجسم اوتوماتيك بيفرز ماده اسمها الكلوكوزامين والكوندروتون. دول اوريدي الجسم بيفرزهم، دول مسؤولين عن كفاءه وصحه الاربطه والغضاريف. ده شكل العبوه يا دكتور. بص حضرتك، هو الجوينت باكس هنا 5 في 5. 5 في 5، وهنعرف ليه. اولا هو بيسهل حركه المفاصل، واتفقنا ان هو في ماده الكلوكوزامين وماده الكوندروتون اللي هم مسؤولين عن بناء الاربطه والغضاريف. كويس. يبقى دي اول حاجه. الحاجه الثانيه، بتقابلني مشكله مع العيان بتاع المفصل ان هو عنده مشكله في حركه المفصل، يقول لك ايه، انا ساعات ركبتي بتخني. هو بقت هنا المشكله عنده في الاربطه وهو داخل مني في مشكله ثاني. فبقول له لا، يبقى انت لازم تروح جالي تاخد الجوينت باكس. تمام. الحاجه الثانيه، مش احنا اتفقنا ان المفصل عباره عن عظمتين بينهم سائل. سائل. السائل ده مهم. السائل ده اللي بيحصل مع الحركه كتير ومع العادات السيئه في الاكل. السائل ده ايه اللي بيحصل؟ السائل ده بيقل، اللي هو بيسموه الهيلوريك اسيد، اللي انا بديه لك عن طريق الجوينت باكس برضه بالتركيز 50 مللي جرام. يبقى انا النهارده في ثلاث حاجات انا عملتهم لك، سهلت لك حركه. تمام. الحاجة الثانية إعادة بناء الأربطة والغضاريف، كل ده في الجوينت باكس. الحاجة الثالثة إن أنا قويت العظم بتاعك. كويس. تمام؟ عن طريق الثلاث حاجات اللي إحنا قلناهم في الأول، اللي هما الكلوجوزامين، الكوندروتون، والهيوريك أسيد. طب هل الموضوع خلص على كده؟ لا. أنا برضو من ضمن الحاجات اللي المريض بتاعي بيجي لي فيها في المفاصل، يقول لك إيه، أنا عندي تلاقي مفصل الركبة بتاعه فيه ورم. عنده كده بيبقى فيه فعلا تكلس كده ظاهر كأنها زي الورم. صح. حلو. فانا برضو في الجوينت ميكس في ميزه اللي هو البرومالين، اللي هو مستخلص الاناناس. بما ان احنا بقى في المطبخ مع شيف عظيمه، ايه بقى بيعمل ايه البرومالين ده؟ لو مستخلص الاناناس بيقلل الورم. يبقى انت كل احنا دلوقتي بنتكلم 4 في 4، هنوصل ل5 في 5. تمام. كل ده موجود في ايه؟ في قرص الجوينت ميكس. في قرص الايه؟ الجوينت ميكس. يبقى البرومالين عمل ايه؟ البرومالين بيشتغل هنا مضاد للورم. للناس اللي هي مع مفاصل الركبة عندها مشكلة، أو أي مشكلة في أي مفصل عندها بيبقى فيه ورم. طب برضو بيبقى فيه ألم. ده التركيبة الخامسة من مكمل الغذائي بتاعنا اللي هو الجنجر، اللي هو بيسموه مستخلص الزنجبيل. بيعمل إيه حضرتك؟ هو مسكن الآلام
وبيحسن الدوره الدمويه او بينشط الدوره الدمويه في المنطقه المصابه اللي هي فيها مشكله. عشان كده بيحصل لها ريكفرنج او بتخف بسرعه. يبقى هو عمل خمسه لان هو مكون من خمسه. وده ميزه جوينت ابيكس. جوينت ابيكس حضرتك اثرت معانا نقطه في الاول، حضرتك بتقولي في ناس بتحب، لا انا اديتك الهيوريك اسيد موجود في الجوينت ابيكس. طب خلينا نسال بقى، هل المكمل ده ليه اثار جانبيه يا دكتور؟ بص حضرتك، بما ان احنا بنتكلم على مكمل غذائي، يعني ايه؟ يعني الجسم اوريدي بيكون الحاجات دي، بس انا محتاج اكملها لك. نقصت، فانا بعوضها. الله يعني زي ما بيقولوا كده. وخلي بالك ده هيخليني برضه اروح للتركيزات بتاعت الجوينت ابيكس. ما هو ده لسه عايزه بقى نناقشه مع حضرتك. لا اصل هو برضه ده مهم بالذات في موضوع الكالسيوم. يبقى دلوقتي خلينا بس اجاوب على سؤال حضرتك، هو النهارده هل ده مكون طبيعيه؟ يبقى حضرتك الاثار الجانبيه بتاعته مش موجوده يعني. لان هو اوريدي الجسم بيجيبها. تمام. الحاجه الثانيه، مع العلم بان طبعا لو انت عندك مشكله في المعده يستحسن انك تاخد حاجه للمعده مع اي كورس عظم انت بتاخده، سواء كان مكمل غذائي او مش مكمل غذائي. احنا بنعمل كده ساعات، لان احنا بنتكلم معروف على ثقافه. ايوه مظبوط صح. طب ان انت عندك مشكله في عظم، لان خلي بالك دايما مريض العظم بيبقى عنده مشكله في حاجه اسمها كوكس 2، ودي يعني مش وقتها دلوقتي، ولكن يستحسن ان انت بما انك بتاخد حتى لو مكمل غذائي علشان تحل مشكله العظم اللي عندك او مشكله المفاصل، تاخد حاجه للمعده. انا جربت القصه دي يا دكتور. تمام. فعشان كده انا عارفه، فلازم ناخد حاجه للمعده عشان ما تتاثرش. جوينت ابيكس اتعمل فيه محطوط في التركيزات بتاعته بعنايه قوي. انا عايز اعرف بقى التركيزات دي. بص حضرتك، مش احنا بنتكلم على مكمل غذائي؟ ايوه. يعني انا بكمل حاجه الجسم بيعملها. اوكي. خلي بالك، انا مش عايز الغي اللي الجسم بيعمله. اوكي. يعني هتلاقي حضرتك التركيز بتاع الجلوكوزامين 50 ملي جرام، هو احتياجات الجسم في اليوم 1500. ايوه. عشان كده انا بدي في الجوينت ابيكس قرصين بعد العشاء. اديتك تركيز كام كده؟ 1000. وال 500 الثانيه انا عايز جسمك يعملها ينتجها. عشان انا مش أيوة. مش عايز الغي وظائف جسمك. ايوه فاهم. ودي المشكله يعني ممكن تلاقي مثلا شركه تقول لك ايه، اصل انا عندي التركيز بتاعي عالي. لا، ده مش صح. خلي بالك، انا عايز جسمك يشتغل معايا. ايوه فاهم. فعشان كده احنا حطينا جلوكوزامين بتركيز. بس هو معروف الجسم بينتج قد ايه يا دكتور؟ يعني احنا مضمنين ان ال 500 دول انا بديله يعني ايه، بديله ايه فرصه ان هو يكون. ايوه فهمت. خلي بالك، انا ممكن اديله ثلاث اقراص، بس انا مش عايز الغي الشغل الجسم معايا. وهو بيقيس مدى التحسن اللي بيحصل على المفصل بتاعه. تمام. فدخلنا في الجلوكوزامين. عندنا الكوندروتون تركيزه 100 ملي جرام. ايوه. تمام. ايوه. فانا بدي للعيان برضو كل ده حضرتك موجود في الجوينت بيكس. ايوه. تركيز الهيوريك اسيد 50 ملي جرام. يبقى انا النهارده بديك كورس متكامل من زيت فار، بيكس فار، عباره عن جوينت بيكس. ايوه. عباره عن سيدز بيكس. وعباره عن قلب مالتيفيت. فاكر حضرتك القلب مالتيفيت؟ طبعا. انا بديه للعيان مع فيتامين دي بعد الفطار. كويس. طب يا دكتور علاء، انت النهارده بتكلمنا على كورس كامل. عايزين بقى نعرف امتى يتاخد. ايوه صح، مواعيده مظبوطه امتى. حلوة. احنا انا بديك كورس متكامل امبريلا. امبريلا هي ايه؟ يعني بديك زي كده غطاء او شمسيه بتغطي لك احتياجاتك كلها اللي انت عايزها في العظم. فيتامين دي بتاخده مع القلب مالتيفيت، لان القلب مالتيفيت هنا في مصدر الفيتامينات والمعادن. بتاخدهم بعد الفطار. يبقى بتاخد قرص قلب مالتيفيت ده بعد الفطار مع فيتامين دي. ابقى عندي الباور والنشاط حلو الكلام. تمام. اجي بعد الغداء باخد الكالسيوم. اوكي. والكالسيوم ايه؟ يبقى ده كويس يا دكتور، افضل توقيتات بقى ناخد فيها الكالسيوم. الله ينور حضرتك. صح. هو يجي بعد الغداء. ايوه مظبوط. تمام. يبقى فاضل لي الجوينت بيكس، ومعروف دايما ان الام العظم بتزيد بالليل. يبقى انا بدولك امتى؟ بدولك قرصين واوقات الشتاء بعد العشاء. بعد العشاء. حضرتك اثرت نقطه مهمه جدا في الشتاء. في الشتاء احنا بنتكلم على سيدات. أيوة. بنتكلم على شتاء. اعتقد. أيوة. ان الكورس ده هو مناسب قوي للفتره اللي احنا فيها. صحيح. وفي نقطه كمان، حضرتك لو بتفتكر فيتامين دي ليه دور في المناعه. طبعا. مش احنا من ضمن اعراض فيتامين دي يقول لك المناعه بتاعتك بقت مش كويسه، اي دور برد بيجي لك بيتعبك. انا بقول له لا، انا هديك النهارده فيتا بيكس حاجه بتساعد في ترسيب الكالسيوم في العظم، وكمان ليه دور في المناعه. كويس. طيب عايزين نتكلم عن اصحاب بقى الامراض المزمنه. تمام. واحنا بنتكلم عنهم النهارده، حضرتك بقى اتكلمنا عن مرضى الضغط والسكر والكوليسترول والقلب، هل مناسب بقى ليهم ان هم ياخدوا دايما في الامراض المزمنه؟ انا بما ان انا بتكلم على مكملات غذائيه وهي مستخلصه من منتجات طبيعيه، انا ما عنديش مشكله.
الحاجه الوحيده بس اللي خلي بالك، بقول لك خلي بالك اللي هو مريض الفشل الكلوي. ايوه بقول له خلي بالك من النقطه دي ليه؟ لانها ممكن تفرز الحاجات عن طريق الكلى، يعني الكالسيوم هيفرز عن طريق الكلى، فبقول له بس خلي بالك. بس هم بياخدوا كالسيوم بمعدلات اكبر يا دكتور واقوى يعني عشان ما انا القصه في ايه بقى؟ ما انا عشان انا ما ادخلش كالسيوم اوفرلود على اللي هو محتاجه. ده حضرتك بل بالعكس هنا ده هيبقى ميزه مع مريض الكالسيوم، ولازم يقول للدكتور بتاعه خلي بالك انا باخد كالسيوم ساتريت بتركيز قد كده. تمام. فممكن هو يقلل له الجرعه من هناك تبقى في بالانس في الحكايه. هو مع الامراض المزمنه ما فيش اي مشكله خالص، ان هو مكملات غذائيه مستخلص من منتجات طبيعيه. طيب احنا بقى عايزين نتكلم عن الاسعار. تمام. المكملات الغذائيه اللي دايما بنسمع عنها حاجات خزعبليه، عايزين نتكلم عن البرودكت اللي حضرتك اتكلمنا عن اسعاره في متناول الجميع بما ان حضرتك خلي بالك الكورس. انا هنا انا هتكلم على حاجتين. بتكلم ان انت لو ما اتعاملتش مع المفاصل بتاعتك بطريقه صح هتتكلف قد ايه لو رحت دخلت لا قدر الله في عمليه. طبعا. والمشكله كمان مش تكلفه العمليه، المشكله كمان انت هتتاثر في حياتك عموما في شغلك والكلام ده كله. انا اقول لك كمان المشكله في ايه يا دكتور الاكبر، لانه في للاسف بعض الدكاتره، مش هقول كلهم، في منهم ناس امانه جدا في دكاتره العظام، وفي ناس هو شغلها ان انت تدخل يقول لك نفتح على طول. يعني اصلا جربت ده 3 سنين من عمري في ازمه في ايدي، فانا يعني عانيت بجد، فما لقيتش حد الا ناس نادره جدا امينه جدا اللي هي ممكن تصدقك القول. فانا مش شرط، انا ممكن اكون رايحه مش محتاجه عمليه بس يتقال لي ان انت محتاجه عمليه. ما احنا فبرضه احنا عندنا مشكله تاني اهم اللي هي بنبني عليها احنا هنتعامل ازاي بعد كده. عشان كده لو تفتكر احنا في الاول قلنا ايه الهدف من ضمن الفقره بتاعتنا، ان انا بديك ثقافه غذائيه، ثقافه صحيه، ثقافه دوائيه. يعني ايه؟ يعني انت النهارده حتى لما حد بيغلغ قرار انت بتوزن امورك لان انت عندك هذه الثقافه. تمام. وخلي بالك مش تحيزا للجوانت بيكس او الكورس احنا عايزين نفهم عشان نعرف الفروق ايه، نعرف ايه الصح. انا بقول لك انا مش هدخلك في القصه دي. حضرتك سالت سؤال تاني، هل الكورس حضرتك انت لو قررت الكورس ده بالحاجات المستورده هتلاقي ما فيش وجه للمقارنه خالص. طبعا هنا ده بيسموه مور ايكونوميك، يعني اقتصادي جدا. التركيبه دي مش هتلاقيها في اي مستحضر تاني او في اي مكمل غذائي تاني. فانا بطمن حضرتك السعر بتاعه كورس بيتاخد لمده شهر، السعر بتاعه يناسب كل الناس. موجود في الصيدليات يا دكتور كلها ولا في صيدليه معينه ليها فروع كتير؟ موجود في الصيدليات، وخلي بالك موجود النهارده ارقام التواصل، ارقام التواصل وبسرعه هتتصل بيها. وعلى فكره حضرتك اصبت نقطه كمان، ده احنا عندنا ده موجود خلي بال حضرتك في بعض المستشفيات الكبرى كمان. والله والله في بعض المستشفيات تبع القوات المسلحه موجود فيها. ده دلاله على ان هو حاجه كويسه. حاجة طبعا تراست. طبعا طبعا دواء تراست، دواء في محل للثقه. طب دكتور الناس اللي مثلا عملت عمليات وممكن تكون هل بيحتاجوا بعد العمليات اللي هم كان عندهم ظروف خاصه يعني يحتاجوا ان هم ياخدوا المكمل ده يمشوا عليه بعد كده ولا بيبقى وضعهم؟ اصل انا عمري ما عرفت القصه دي بقى فيما بعدها بيبقى ايه. بص حضرتك هو يستحسن بما ان انت عملت عمليه انت فانت بتتابع مع الدكتور. وبما انك بتتابع مع دكتور يبقى كله من خلال الدكتور بتاعك. ولكن لما تيجي تكلميني على المستحضر بتاعي اقول لك ما عندوش اي مشكله خالص، لان هو مكمل غذائي من مستخلص من منتجات طبيعيه. ولكن احنا بنتكلم بنقول انت عملت عمليه انت بتتابع مع الدكتور بتاعك، ولكن ما فيش اي مشكله خالص تاخدوا الكورس بتاعنا الكامل. طب ما تقول لنا العادات الغلط اللي احنا كسيدات بنعملها بتاثر على الديسك. يعني انا لسه شايفه امهات صغيرين في السن والله الديسك عندها مشكله فيه. مفاصلها ركبها وبيبقوش يعني اوزان كبيره بس بيبقوا في عمر صغير عن اللي حضرتك بتقول عليه في الاربعينات. حلو. فخلينا السؤال. نقول ايه اللي بنعمله غلط يا دكتور؟ حلو السؤال. ما تقول لنا كده. احنا في المطبخ صح؟ ايوه. على العادات السيئه الغذائيه السيئه هي اول حاجه. خلي بالك مشكله الفيتامينات والمعادن ده مش قيس فجاه انت بتلاقي ان عندك نقص في الكالسيوم مثلا. أيوة. لا دي حاجات بتتراكم. ايوه تمام. يقول لي حضرتك المفروض المفروض الشخص الطبيعي بياخد عدد 3 وحدات في اليوم من منتجات الالبان. أيوة. والمقصود بالوحده ايه؟ يعني كوبايه لبن. ايوه. او كوبايتين زبادي او 3 كوبايات زبادي او كوبايتين زبادي وكوبايه لبن. ايوه. ده بيسموها احتياجاتك اليوميه من الايه؟ من الكالسيوم. كويس. ولكن القصه في ايه حضرتك؟ القصه ان السيدات وخاصه السيدات الحامل احنا بنفرغها الوحدات دي اللي ممكن نوصل ل5 وحدات في اليوم. هل ده بيحصل؟ مع الاسف ان ده ما بيحصلش. نادرا لما تلاقي حد يقول لك ايه والله انا باخد 3 وحدات كالسيوم في اليوم، ده ما بيحصلش. فبيجي على مرور الايام بيحصل عندها ديفيشنس في الكالسيوم، بيحصل عندها نقص في الكالسيوم، ونقص في الكالسيوم ده اللي هو بيأثر في العظم بتاعها، وبعد كده بيبقى عندنا مشاكل في المفاصل. نيجي بقى الحاجه الثانيه، الحركات بتاعتها الخطا. يعني معنى اخر ايه؟
بتكنس ازاي؟ بتتعامل في المطبخ ازاي؟ بتطلع السلم ازاي؟ أيوة. لما بتروح تلعب رياضه بتلعب رياضه ازاي؟ يعني حضرتك تكتشفي مثلا ان معظم الناس اللي بتمشي على المشايه بعد فتره بتعاني من خشونه الركبه. أيوة. عشان كده انا بنصح ان اي حد بيلعب رياضه في الجيم وبيمشي على المشايه لازم ياخد الكورس بتاع الجوينت بيكس. هتلاقي لو سالت ناس تلعب على المشايه يقول لك فعلا بعد فتره بحس بالم في ركبتي. اتقالت لي من عمي على فكره، وانا قلت له يمكن المشي الطبيعي فيه ميزه عن المشي على المشايه يا دكتور. طبعا صح، عشان طبعًا. بس في ناس بتخطئ في او يمكن بقدر قليل لو هو مشي نص ساعه في ناس تقف بالساعه. المشي الطبيعي طبعا احسن من المشي على المشايه. ايوه، ولكن ما فيش ملجا للمشي على المشايه اللي هو مثلا له بقى خد بقى الجوينت بيكس هنا كايه، كعلاج وقائي. لان انت ابتديت تحس بالم في الركبه. ليه؟ لان السائل اللزج اللي موجود ابتدى يقل. ايوه، اللي هو بقى هنخش بعد كده خلي بالك في الخشونه في الركبه. لا، ما احنا بقى هنستكمل مع حضرتك اكيد، احنا بس عايزين نعرف، لان انا يعني لفت نظري لما جات لي الداتا بصيت كده وقريت لقيت لا ايه ده، في حاجات ده كده، ده بجد، ده حقيقي. وبعدين كنت منتظر اشوف حاجه بقى النهارده، كنت عايزه اتناقش معاك قبل الهوا بس طبعا ما لحقتش، لكن فرصه ان احنا نعرف، لان انا واحده من الناس عايزه حاجه تبقى برضو امنه، وفي نفس الوقت عمرنا ما سمعنا ان في حاجه مكمله للعظم، حاجه تفيدني او تعوض السائل اللي انا بفقده ده. السائل اللي بتفتخريه ومشكله الاربطه والغضاريف اللي هو الجلوكوزامين والجندرولون اللي هو الجسم اوريدي بيفرزهم. عشان كده قلت لك في اول فقره ايه هو الهدف الاساسي من هذه الفقره. يبقى عندنا الثقافه. صحيح. فيبقى لما عندي يعني واحد سمع صوت طقطقه في ركبته يقول لك لا، اتصل بقى انا محتاج الكورس ده علشان ما اخشش منك في مشاكل تغيير مفصل، وما ادراك ما تغيير المفصل. ربنا يسترها دكتور طبعا، ويعني يجعل اللي جاي خير ان شاء الله، طالما في لسه استال في ناس بتفكر بشكل كده ايجابي وبتحاول انها تنزل برودكتس تفيد الناس بشكل جميل وتكون باسعار كويسه. اهم حاجه الاسعار، انا هسال على الاسعار وهقول لكم. طيب عايز اشوف بس بعد اذنك قول لنا طرق التواصل السريع للارقام اللي موجوده على الشاشه. دي الارقام اللي موجوده على الشاشه، وفي في برضه الصيدليات. موجود في الصيدليات زي ما حضرتك، احنا موجود في مستشفيات كبرى. تمام كده، يعني طرق التواصل لحضراتكم في اي حاجه، وده الكورس كامل اهو اللي فيه الالف مالتي فيت. حضرتك بقى قول لنا الكورس عباره عن ايه سريعا. الالف مالتي فيت والفيتا بيكس ده بناخد قرصين. اوكي، من قرص من الالف مالتي فيت وقلت وقرص من الفيتا بيكس بعد الفطار. عندنا سي دي زد اللي هو مصدر للكالسيوم بناخده بعد الغداء، والجوينت بيكس بناخد قرصين بعد العشاء. هايل، بشكرك طبعا يا دكتور بجد. اسمحوا لي طبعا اشكر يعني دكتور علاء الدين احمد المستشار العلمي لشركة بيكس فارما، نورتني وشرفتني النهاردة. سعيد جدا. وإلى لقاءات تانية إن شاء الله. حضرتك بقى ندخل في استفاضة في حاجات كتير، ونشوف مشاكل الناس إيه، ونجاوب على أسئلة حقيقية عشان نشوف أخبار الناس معانا في الأفكار دي معانا ولا إيه الأخبار. تمام. طبعا أنا بشكر حضراتكم طبعا كل مشاهديني الكرام اللي بيتابعوني من خلال شاشة قناة الأهلي، تحية وحب وتقدير لحضراتكم، وطبعا أتمنى من الله ولا يكتر على الله أشوفكم في حلقة جديدة على ألف خير وصحة وسلامة وسعادة، و السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.